الكوجينة. الكوجينة كما العادة مع الشيف نجيب. شيف أهلا وسهلا. أهلا بك، مرحبا بكم. يعطيك الصحة وقيت حتى هو في طوى مديساة. الحمد لله، شنحوي لتحتك لله. لاباس، عايش بنتي الحمد لله. أي بي اليوم فما الفطور حاضر، حاضر ولا مازال على النار؟ اي ان شاء الله حاضر ان شاء الله. اي به اليوم انا بكري كنت نحكي معك في الاوف، قلت لي راهو عندنا اللي عندي ليك دباره تعمل 66 كيف. انا نحب برشا الحوت ونحب برشا القرنيت، قلت لي راهو باش نعملوا اليوم كسكسي بالقرنيت. القرنيت هاي شنو لازمنا شيف؟ هاي ناخذ القرنيت. هاي هذه ما راح ناخذوه، نثبطوه، نحط نثبطوه. هاي بعصا صغيره. هاي بعد نغسلوه. هاي نحيلو تاع المطار نتاعه، راهي على فكره في راسه هو قرنيطه تبدا في راسها المطار نتاعها، نحيوها وبعد نحطوه في معود ونحطو عليه شويه يدين ونكسكسوه. شنو معناتها نكسكسوه؟ شدوه ندوروه بيدينا باليد، دور 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 حتى لين الاصبع يخشين تاع القرنيطه وتطلع كيفك الزلابط، فهمتني؟ مده تدريج هكك، معناها نفخوها في الملح هكاك. اي شويه شويه، مش برشا ملح. مش تغمها الكل. اوكي بي. لا لا شويه ملح، ودور بيدك تدور كيفك الانسان يكسكس، فهمت؟ كسكسوه انت تقلبوا فك الملح. واضح. لا مش بالماء، شويه ملح هو يبدا في معون، في معون، وانت تدور بيدك تدور بيدك تدور تدور تدور، يقول هذاك نكسكسوه اصبع. باش علاش يكسكسوه؟ باش اصبع يخشن تنحك الزلبيطه نتاعه يطلع بالزلابط، فهمت؟ اي وبعد نغسلوه يظل الماء يغلي، نشدوا ماك الشاشية نتاعو، نهبطوا مرة الأولى في الماء يغلي، مرة الثانية، مرة الثالثة، مرة الرابعة، مرة الخامسة، نحطوه خليه يغلي يغلي شوية. إذا مش طيب مثلا مقارونة ولا كسكسي ولا حاجة، يغلي طريف معاه شوية يدين، معاه ورقة رند، راس ثوم، معناتها فك الماء هذاك يبدا فيه، يحطوا فيه وخليه يغلي مشوار، بعد نخرجوه. قداش تقعد تغلي يا شيف؟ يغلي دريج، زي ما نقول لك دريج دريجين، انت مش طيب ولا خطر مش طيب بيه مثلا، خطر يبس شويه. اي يلزم معناتها باش يطيب لك يطلع القوه نتاعو فك الكسكسي. ولا مش تعملوا باني، عندنا طريقه اخرى نمشي نقول لك على طريقه تاع الكسكسي. اي نكمل الكسكسي وبعد نمشيو للباني. باهي وحده وحده علينا يا شيف. بعد اي هذايا الكسكسي. نقصوا فما ذيك القرنيطه، نقصوا منها صويبعات باش نزيد، فما اللي يحطها على بكلي، فما اللي يقصها صوابع صوابع، احنا نحطوها على بكلي فميكا، فهمت؟ فما اللي يعمل بها عصبان، راهي نجم الراس نتاعها قبل ما تصمتها نحيه، تاخذ شويه من الصوابع تاعته معدنوس بصل وسلق. والله هذه فكره. اي عصبان، اي عصبان تخيطها وتحطها معك القرنيطة للكسكسي. مي شنو حتى نقليو بصيلة. اي تو مش نقول لك على الطريقة اللي مش نطيبوا بها. هاني معك. اي الكسكسي، اي شوية زيت نقليو بصيلة، طرية طماطم، ونفوحوا اكل القرنيطة ذاك، نفوحوه ونرميوه ونحطوه يغلي. باش نفوحوا عطينا الفويحة. نحطوا له اي شوية كركم، شوية فلفل زينة، شوية فلفل اكحل، ما تكسرلوش الفحات برشا، على فكرة الحوت بصفة عامة ما تكسرلوش الفحات، خطراش القوم تاعو تتنحر. انا بنت البحر، على خطراش انا خواتي بحارة وعندي ولدي بحار يجيب لي من البحر ونعرف، معناتها فهمت؟ كل شيء على قواعده. اي معناتها اي نحطوه خليه يغلي معاه، مع هذوك سنين الثوم تحطهم شوية مش برشا، تريف تابل وتحطه تخليه تقليه معاك الطماطم ومعاك الزيت وك البصل وتمرقلو، نحطو عليه مع ذاك، نحطو معاه تعيبة بطاطا اللي يحب، بصيلة معناتها كعبة كاملة، انا انت والنمبر نتاع الفامي راهو كل حد اي، ومعاه تريف قلع. وانا الحمص ما نحطش معاها الحمص يغلي القرنيط باش ما يكحليش ويعطيك المنظر الاحمر، نحطه يتصمط على روحه، فهمت؟ نحطه يتصمط على روحه. بعد نحط له شويه كركم شويه دامك الحمص هذاك، وفي تنجي مش مسقي نحطه. اي خليه يغلي وبعد نحط الكسكسي، نحطه نبل الكسكسي ونحطه يفور حتى ياكل القرنيط تقهقع، وكي نطلع وكي الخضره على شيره.
واكل القرنيط على العشيره ونسقيه وتاكلوا بالشفاء. وفيه بنا اللي مش يمشي على الطريقه نتاعي انا تلقى فيه بنا مش نوع مره. انا نقولهم تبعوا الطريقه نتاع الشيف نجيب خاطر نعرف الكسكسي نتاعك الحق ما ذقتش من القرنيط من يديتك اما الكسكسي عندي حاجه بنينه. تو ذوقت الكسكسي بالقرنيط نتاعي تو ولدي شد لي ويشد لي ولدي ونجيك. وعلى فكره يلزم القرنيط خشينه اللي مش تطيب بها الكسكسي. تبدا خشينه تبدا مزينه في البلا تبدا محلاها تبدا بنينه وحاجه حاجه مدلة صحيين مدلة. شنو نجمو نزيدو معها شيف هذه نزيدو معها هذه سلاطه هذه احنا سلاطه هذه زنيه باش نعطيها لك هذه سلاطه امي انا سلاطه زنيه جيب المالح فهمت عندك طماطم فلفل فلفل اخضر عندك سيناريا ملحه فلفل مملح ليمون مملح نقطعوهم معاه البصل وشويه معدنوس نقطعوهم ونحطوهم نحلو شويه هريسه عربي معاها شويه زيت شويه نعناع ونحطو نعناع ومعاها عصيره قارص ونخلطوها فك السلطه هذيك هذه سلطه عربي زمنيه نتاع ناس بكري يعملوها بنينه ياسر هذه يا شيف بنينه هذه بنينه هذه جربها بنينه ياسر هذه امي تقديها تقديها او لخرتها لليوم عملتها لنا للفطور فهمت بنينة كان اي كانوا ناس بكري هذيك يعملوها مع الخبز شعير بنتي صحية برشا راهو صحية وفيها دي بيان في اللي موجودين في الخضرة محتاجينهم احنا مع الفيروس مع لي غريب هذوما محتاجين نقوي بالمناعة نتاعنا المناعة نتاع واي باهي معناتها كسكسي بالقرنيط مع سلاطة ذي سلاطة سلاطة مالحة تبدا بنينة برشا هذه هي اي دونك تبارتنا لليوم كسكسي بالقرنيط قلت لي بكري فما القرنيط باني خان كان نخو معك قبل ما نكمل نعمل القرنيط باني هذه القرنيط باني ما انت قله ونظر اللي شفت معناتها يعملوا انا قرنيط باني ناخذ القرنيط الجيد مش القرنيط الخشين برشا متوسط كيما قلت لك نغسلوه نثبتوه ونغسلوه ونحطوه نصمتوه انا كيف تصمت تسمك ده في الماء مفوح يبدا فيك عيبتين فلفلك حالك باش يبدا يطلع لك فيه هكا الروايح الفاوحة وحتى يطيب طابشي نحي ونقطعوا هكا الصوابع نتاعهم نقطعوهم ونحطوا شوي الفارينة العظم وعلى فكرة العظم نحط معاه البصل والمعدنوس أنا باش نحطه يلصق هو فك فك القرنيط يبدا عنده قو بنينة راه انت نعملو طاني معناتها بصل عظم فارين عظم شابلور ونقليو يبدا بنين برشا بنين برشا انت عملت فينا شيف نجيبه في بالك ولا ليه اليوم عملت فينا توا مادي ساعتين غير ربع فما مازال ما فطرش شادين الثنيه مروحين ان شاء الله سلامات ليهم فرصه باش تكون تبارك العشاء قولي شيف عشاء تجي نقول لك عشاء اختي تجي راهو قرنيط طاني اي معاه سلاطه معاه تنجم تعمل معاه بطاطا مقليه تعمل معاه طماطم هذيك كما نقولوا احنا صوص انا نعملها ديرونديل نعملها طماطم تاعي نعملها ديرونديل تنجح برشا اي ديرونديل تبدا بنينه معاهم كعيبات عظم هي عشاء خفيف راه عشاء خفيف اللي يجي من يدك مليح يا شيف نجيبه يا شيف نجيبه ربي يفضلك وشد لك في صحيحتك شكرا لك على الدار نتاع اليوم دوك مستمعين تنجموا ترجعوا لها لي زانغريديون طريقه التحضير على الباج نتاعنا فيسبوك راديو كاب اف ام شيف نجيبه بون ويكاند ليك نهارك طيب عايشك بسلامه ساعة و 46 دقيقة بعد شوية نحكي شوية على من المواضيع الاجتماعية لليوم الحقيقة حبينا نحكي فيها هي الإدمان خصيصا عند المراهقين اللي يكون على الزطلة اللي يكون على الهواتف الجوالة اللي يكون كيف على مواقع التواصل الاجتماعي وغيره أسبابه كيفاش اليوم نجموا نقاوموا هالظاهرة هذية بين الولي بين المربي وبين كيف المراهق في حد ذاته بعد شوية مع المختصين هذه ساعة و 47 دقيقة يلا موسيقى ورجعنا